عن الصوفية. ما هي معنى الصوفية كده؟ يعني بنقعد نسمع لك ده صوفي وصوفي جاي من الصوفية وصوفية جاي من، أعرفني إيه معنى الصوفية؟ أولا يعني دعنا من اللفظ أولا، هو التصوف في حقيقته أخلاق وزهد وعبادة. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. فالخلق الكريم ده إسلامي ولا ما هو إسلامي؟ الخلق إسلامي، إسلامي بالطبع، إنك لعلى خلق عظيم، وصف لسيدنا رسول الله. قضية الزهد، الزهد في الحرام واجب، يعني يكون إنسان يتجنب الحرام هذا زهد واجب. الزهد في المباح سنة أو مباح، يعني مرتبة تانية مطلوب يعني. العبادة قد تكون فرضا وقد تكون نافلة، فالفرض أساس التقرب والقرب إلى الله، والسنة أساس المحبة. أيوة. هذه المعاني لا خلاف حولها في الإسلام. دكتور مصطفى عايزين نسهل المفاهيم للمشاهدين، هيك أستاذ كده اتفرج علينا يعني. صوفي يعني إيه؟ المشكلة جت منين بقى؟ إن لفظ التصوف أول ما أطلق أطلق على شخص يقال له أبو هاشم الكوفي سنة 150 هجرية، هو أول ما أطلق عليه لفظ الصوف. بعد ذلك انقلب التصوف إلى علم، بعد أن كان حركة في الحياة وجهاد وجهد أصبح علم مبني على إيه؟ تعريفات. هل التصوف مأخوذ من لبس الصوف؟ هل التصوف مأخوذ من الصفة هم جماعة كانوا يقيمون فقراء في مسجد رسول الله؟ هل التصوف مأخوذ من الصفاء؟ أصبحت مصطلحات علمية لا علاقة لها بحقيقة الزهد أو العبادة أو الأخلاق. قالت فيه نظريات فلسفية ونظريات هندية ونظريات فارسية تنقلب عن حقيقته الشرعية إلى ما يوافق الكتاب وما يخالف الكتاب. إيه اللي فيه بقى بيخالف الكتاب؟ التصوف كنظريات فيه كثير من المخالفات الشرعية. زي إيه؟ قضية الاعتقاد في الأولياء أنهم يملكون من الأمر شيء. قضية الأقطاب والبدلاء وما إلى ذلك. يعني إيه الأقطاب والبدلاء؟ إن الكون فيه مجموعة أقطاب يسيرون الكون أو هناك مش ده كلام لا حقيقة له شرعية. قضية مناجات الموتى والأضرحة دي قضايا أيضا لا حقيقة لها من طب التصوف العملي أكثره مقبول وأقله مرفوض، التصوف العلمي أكثره مرفوض وأقله مقبول. طب ناخد يعني التصوف العملي، يعني العمل هو الزهد والأخلاق والعبادة، يعني بتقولي أكثره مقبول أقله بقى مرفوض ليه؟ أقله بقى أقله ليه؟ لأن أحيانا يشرعون له من الدين ما لم يأذن به الله. زي إيه؟ الأوراد. ورد. طب في ناس يقول لك كل يوم ليه ورد، ده ورد الشيخ غنية الفلاني ويلتزم به التزام القرآن، هذا خطأ. ليه؟ ليس هذا لزوم ما لا يلزم. كورد معين محفوظ عن شيخ بعينه ويقال هذا يقرئ إلى الله، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان. وإيه تاني غير الورد؟ الأذكار مثلا بالطبل والزمر والاجتماع الرجال والنساء، هذا خطأ كبير. التصوف العلمي أكثره مرفوض وأقله مقبول. الحقيقة المحمدية والأقطاب. يعني الحقيقة المحمدية بيعتبروا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان موجودا في الملأ الأعلى قبل أن يخلق آدم، وأنه كان نبيا قبل آدم، ده كلام غير صحيح. الرسول الكريم ولد سنة 570 ميلادي، والرسالة الإسلامية جاءت بعد 40 سنة. فلا وجود لسيدنا محمد كوجود بشري قبل ذلك، وجوده في علم الله. طب كل الأشياء موجودة في علم الله، إيه المشكلة؟ ممكن يدخل بقى في مسألة المقامات والأضرحة اللي في المسألة. أولا مقامات وأضرحة وقبور هذه مصطلحات لا تصح إسلاميا، فيش حاجة اسمها عندنا أضرحة ولا مقامات، هي كلها قبور. هي قبر أماته فأقبره. كون أسماها ضريح أسماها مقام، ده تسمية خادعة ولا قيمة لها شرعا. حرام يعني قول ضريح. أيوة إيه ضريح؟ حرام. هي قبره، أصل الضريح بتعطي معنى التكريم أكثر. طب فيها ايه لما تقول راجل صالح وراجل هو صالح على عينه وراسه، لكن لفظ ضريح ده لم يرد شرعا. لفظ مقام مقامات لم يرد شرعا. اللي ورد القبور، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فالقبر حتى قبور الانبياء كيف نزور القبور؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع. ماذا كان يقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. طب دكتور